تقضي مجال الحماية الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة للمواطن المصري باهتمام شديد من قبل الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية، كان وما يزال أولوية والتزام سياسي لطالما أكد عليه الرئيس السيسي. هذا وتعد زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة هي السلاح الرئيسي للحكومة لحماية المواطنين الأولى بالرعاية من تبعات وتداعيات الأزمات المتعاقبة. الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، فهي الاستثمار في البشر الذي تسعى القيادة السياسية لتحقيقه. فالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والاستثمار في البشر مناهج ثابتة في عمل الحكومة التي تعمل على تحقيق الحماية من منظور متعدد الأبعاد. وتنفذ الدولة المصرية أضخم مشروع تنموي في العالم وأكبر مبادرة إنسانية في التاريخ الحديث، وهي حياة كريمة التي تمثل مظلة كبرى للمشروعات القومية في مصر، حيث تساهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى تحسين مستوى المعيشة في الريف المصري من خلال الحد من معدلات الفقر والبطالة وتحسين جودة الحياة العامة للمواطنين والوصول إلى جميع المناطق الريفية على مدار 3 سنوات بما يمثل 58% من سكان مصر. ويحقق مشروع حياة كريمة كافة أهداف التنمية المستدامة الأممية 17، وأن مخصصات المرحلة الأولى من المشروع بلغت 350 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 23,000 مشروع في 1477 قرية في 52 مركزاً في نطاق 20 محافظة بإجمالي مستفيدين 18 مليون مواطن، وبلغ متوسط معدل التنفيذ للمرحلة الأولى 85%، كما بلغت قيمة المنصرف 200 مليار جنيه، وبلغ نصيب محافظات الصعيد من مخصصات المرحلة الأولى 68%، يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة تصل إلى 61% من إجمالي المستفيدين. ويحقق مشروع حياة كريمة جميع أهداف التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث تم تسجيله على منصتي مسرعات تحقيق الأهداف وأفضل الممارسات التابعة للأمم المتحدة، كما أنه يحقق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث بلغت مخصصات المرحلة الأولى المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حوالي 58% من جملة مخصصات المرحلة الأولى. ونجحت حياة كريمة في الانتهاء من إنشاء 382 وحدة صحية ومستشفى مركزياً و317 وحدة إسعاف و14,200 فصل و787 مركز شباب، وذلك ضمن جهود الدولة لتطوير خدمات التنمية البشرية، فضلاً عن تطوير وتحسين شبكات مياه الشرب ب1160 مشروع مد وتدعيم، والانتهاء من 1043 مشروع وصلات مياه شرب المنزلية بعدد 24,000 وصلة مياه، كما تم الانتهاء من 9 محطات معالجة و739 مشروع صرف صحي و287 ألف وصلة منزلية بهدف تحسين معدل إتاحة خدمات الصرف الصحي وإنشاء 70 محطة مياه شرب، وتنفيذ 318 مشروع تأهيل وتبطين الترع بطول 1164 كيلومتراً، فضلاً عن توصيل الإنترنت فائق السرعة ل 59 قرية وتركيب 989 برج شبكات محمول والانتهاء من 620 مكتباً بريدياً وإنشاء 45 محطة سكة حديد والانتهاء من الأعمال الإنشائية لعدد 114 مجمعاً حكومياً. كما نجحت المبادرة الرئاسية حياة كريمة في الانتهاء من 305 مجمعات خدمات حكومية والانتهاء من تنفيذ 259 مشروع كهرباء وإنارة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوصيل شبكة الألياف الضوئية ل 187 قرية، وتوصيل خدمات الغاز الطبيعي ل 173 قرية، وذلك ضمن الجهود المبذولة لإتاحة وضمان أمن الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ومحو أمية 350 ألف مواطن. كل ذلك وأكثر نفذته المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال السنوات الماضية، وما زالت تواصل عملها في مختلف قرى ومحافظات الجمهورية لتوفير حياة كريمة لكل المصريين.